طيب النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل كده حاجه كده زي شبه التشيز كيك شويه، يعني ممكن نقول ايه تشيز كيك، بس ايه تشيز كيك يعني بطريقه معينه. عندنا هنا قريش وعندنا جبنه كريمي، وممكن نستبدل الجبنه الكريمي بالزبادي اللي سعراته الحراريه بتاعته قليله. شوفوا انتوا عايزين ايه. خلاص، وعندنا هنا بسكوت بدون سكر. خلاص، في بسكوتات كتير بتاعه الشاي دي بدون سكر، عندنا عصير ليمون، عندنا بشر ليمون، عندنا كمان صوص التوت هنا كده كده. بصوا بدل ايه؟ بدل الزبده. خلاص، ده بدل الزبده. طيب هجيب بقى الجبنه القريش زي ما قلت لكم، ممكن زبادي مع جبنه القريش، وممكن جبنه كريمي على حسب ما انتوا تحبوا. خلاص، وهحط معاها برده معلقه ليمون صغيره. بصوا الليمون هنا هنستخدمه في كذا حاجه، هنستخدمه مع البسكوت عشان نعرف نبطبطه بدل الزبده السايحه، هنستخدمه هنا مع التوت واحنا حاطينه على النار عشان يحتفظ بلونه ويمدينا مزازه حلوه، هنستخدمه برده في الجبنه الكريمي مع الجبنه القريش، هيديلها مزازه حلوه قوي. عايزه اقول لكم دي بقى تتاكل ساقعه. طيب نلخبط عليها بقى بشر الليمون كده، طعمها بجد بجد طعمها حلو قوي. خلاص، طيب بخليها كده على جنب. بصوا بقى انا لما حطيت البسكوت المرمل ده، تعالوا بس اوريكم انا بطبطه ازاي عشان تبقوا. انا لقيت هنا كبشه صغيره، عايزه اقول لكم اي حاجه اهو عشان بس يبقى شكله متساوي. خلاص ماشي، وممكن ندخله، ممكن ندخله التلاجة نص ساعة قبل ما نبتدي نشتغل فيه، بس انا هشتغل فيه على طول. ندخل كده ونبقى ايه، نمسح اللي ايه. بصوا ما نحاولش نخلي الطبقة طبقة الجبنة عالية قوي عشان ما تبقاش كتيرة. هجيب بقى ده كده صوص التوت اللي بالليمون، ونحطها بقى في التلاجة ساعتين قبل ما ناكلها، ويفضل ان هي تبات ليلة قبل ما تتاكل، هتبقى أطعم.